نظم عمال النظافة في تعز وقفة احتجاجية للمطالبة برفع مرتباتهم وتحسين وضعهم المعيشي. ورفع عمال النظافة لافتات تطالب رئيس مجلس القيادة بالتوجيه العاجل لرفع الأجور والعلاوات السنوية لعمال النظافة. حضور عمال النظافة في مدينة تعز، خرجنا علشان مطالبنا الحقوقية، مطالب زيادة الراتب الذي لا يفي بالغرض، ثانيا تثبيت أجور تثبيت وتعاقد وتثبيت الأجر اليومي الذي يشتغلون في الشوارع، نطالب رواتب المتعاقدين الذي ينظر قوسين كبار السن، نطالب بالتأمين الصحي، نطالب مواصلة نقل العمال، نطالب بزيادة التغذية، نطالب إجازة السبت من جيز المكاتب التنفيذية. نحن عمال النظافة نطالب بزيادة رواتبنا أسوة بالمناطق المحررة، كونما اليوم الواحد الشهي ب 400 ريال وراتبنا 34,000 ما يكفيش حتى حق كيس دقيق. تمام، بقية العمال يضغطوا عليهم يعني يشتغل ب 34 ولا مفصول.